بسم الله. نشوف الـ blood supply of GIT، يعني تدفق الدم للـ GIT أو الدعم الدموي في الـ GIT. developmentally and depending on blood supply، يعني بناء على تدفق الدم راح نقسم الـ GIT، مو بناء على أي شيء إلا على عامل تدفق الدم، يعني حسب الأوردة والشرايين راح نقسم الدم إلى، يعني بناء على تدفق الدم والأوردة والشرايين راح نقسم الـ GIT إلى ثلاثة أقسام. الـ foregut هذا أول واحد وله شريان خاص فيه، الـ midgut وله شريان خاص فيه، والـ hindgut وله أيضا شريان خاص فيه، وكل شريان يغذي أعضاء خاصة فيه. نبدأ بالـ foregut. الـ foregut from the esophagus to the second part of the duodenum، يبدأ من المريء إلى الجزء الثاني من الدودينيوم، يعني إلى الجزء الثاني أو النصف اللي هو النصف اللي فوق من الاثني عشر اللي هي أول جزء من الأمعاء الدقيقة. وهذه المسافة من المريء إلى الجزء الثاني اللي هو العلوي، مو الجزء الثاني اللي تحت، لا النص اللي فوق من الدودينيوم، يشمل هذه المسافة اللي بينهم تشمل الكبد، البنكرياس، السبلين، الكبد والبنكرياس والطحال. مين يغذي الفورغاتس؟ مين يغذي هذه الأعضاء؟ هو السيليك ترانك أو السيليك آرتري. السيليك آرتري هو جدا قصير، يتفرع أو يجيني من شريان أكبر منه، يعني هو فرع من مين؟ من الأبدومينال أورتا. أنا عندي شيء في الجسم اسمه الأبدومينال أورتا، السيليك آرتري هذا يطلع من الأبدومينال أورتا إلى منطقة الفورغت بالأعضاء اللي فيها ويغذي الأعضاء اللي فيها. تحديدا يبدأ من عند الفقرة الصدرية الاثنعش، يعني هذا السيليك آرتري يطلع لي من الأبدومينال أورتا من عند الفقرة الاثني عشر الصدرية، ثم يتفرع إلى ثلاثة فروع. هو بنفسه السيليك آرتري له ثلاثة فروع، الليفت جاستريك، السبلينيك، والهيباتيك آرتريز، وهو يغذي جميع أعضاء الفورغتس. يعني لما نجي عند منطقة الفورغت من الجي اي تي راح نشوف ان اللي يغذيها هو السيليك ترانك. مين هو السيليك ترانك هذا؟ السيليك ترانك هو يطلع لي من الابدومينال اورتا ويتفرع الى ثلاثة شرايين، الليفت جاستريك ارتريز والسيبلينيك ارتريز والهيباتيك ارتريز. هذه المنطقة الفورغت تبدأ لي من السكند بارت اوف الديدينيوم، من الايسوفاجوس الين السكند بارت اوف الديدينيوم، بتبدأ من الايسوفاجوس باسمه مطلع هني الين السكند بارت اوف الديدينيوم. شوفي هذا هو السكند الاخير، مو موجود، ما يشملها الفورغت. هذا هو الابدومينال اورتا، هذا الكبير، ومثل ما انت شايفة السيليك ترانك هذا هو طالع من الأبدومينال أورتا، هذا هو ومتفرع إلى ثلاثة فروع اللي هي قدامك ذي. أوكي، نشوف الميدغت. يبدأ من السيكوند بارت أوف ديدينيوم، يعني من المنطقة اللي انتهى فيها الفورغت. الفورغت قلنا امتد إلى السيكوند، من البريء إلى السكند بارت أوف ديدينيوم، بعدين يكمل عليه المشوار من السكند بارت من الديدينيوم، من هذه النقطة إلين وين؟ إلين ثلثي الترانسفيرس كولون. هذه هي منطقة الميد جاتس، والشريان الخاص في الميد جاتس شو اسمه؟ السوبيريور ميزنتريك آرتري. بالنسبة لأسماء الشرايين والأوردة هذه تنحفظ، ما فيها شيء ينشرح. الميد جات اذا يبدأ من السكند بارت اوف ديدينيوم، الجزء الثاني من الامعاء الاثني عشر اللي هي مقدمة الامعاء الدقيقة الى ثلثي الترانسفيرس كولون، ويغذيها السوبيريور ميزنتريك ارتري. طبعا
طيب مين هو السوبيريور ميزنتريك آرتري؟ هذا يبدأ أيضا من الأبدومينال أورتا، from the front يعني من أمام الأبدومينال أورتا، نفس اللي هنا، هذا هو. طبعا هذه منطقة الميد جات، وهذا هو السوبيريور ميزنتريك آرتري، هذا هو. ويكون وين موقعه؟ تحت السيليك آرتري، السيليك آرتري اللي تعرفنا عليه بالفورغات، اللي هو الشريان الخاص بالفورغات وأعضائها، قلنا هذا هو السيليك آرتري. يجيني السوبيريور ميزنتريك آرتري تحته، وكلهم يجون من وين؟ من الأبدومينال أورتا، أو يتفرعون من الأبدومينال أورتا. السوبيريور ميزنتريك آرتري أيضا supplies the distal part of the duodenum، يعني distal part يعني الأجزاء البعيدة من الدودينيوم، يعني يشمل الدودينيوم كله، منطقة الاثني عشر من الأمعاء الدقيقة يشملها كلها. هو يبدأ من الجزء الثاني منها ويشمل الديستال بارت حقتها اللي هي كاملة، أو المناطق البعيدة منها، ويشمل الجيجينيوم والإيليوم والسيكوم والأبندكس والأسندين كولون ومعظم الترانسفيرس كولون، مو بكله، معظمه فقط اللي هو ثلثين منه. الحين بنشوف الثلث الباقي من الترانسفيرس كولون مين يغذيه. لكن بالنسبة لهذه الأعضاء اللي هنا اللي هي مشمولة في منطقة الميد جاتس، هذه يغذيها السوبيريور ميزنتريك آرتري، مثل ما وريتكم هذه هي منطقة الميد جاتس. راح تلاحظين انه يبدأ من نص الدودينيوم الى ثلثي، من هنا ثلثي الترانسفيرس كولون. نيجي عند الهند جاتس، تبدأ من اللاست ثيرد اوف الترانسفيرس كولون. احنا قلنا الترانسفيرس كولون ثلثينه يغطيهم الميد جاتس، او يغذيهم السوبيريور ميزنتريك ارتري اللي هو محسوب على الميد جاتس، منطقة الميد جاتس. الثلث الاخير اللي بقى من الترانسفيرس كولون هذا يغذيه الانفيريور ميزنتريك ارتري، وهذا هو الشريان المسؤول او ايه المسؤول عن اعضاء الهند جاتس. اذا الهند جاتس تبدأ من الثلث الاخير من الترانسفيرس كولون، وتمتد حتى الابر بارت الجزء العلوي من القناة الشرجية او الانال كنال، بس الجزء العلوي، هذه منطقة الهند جاتس، من الثلث الاخير من الترانسفيرس كولون الى المنطقة العلوية من الانال كنال. وبعدين بنشوف المنطقة السفلية من الانال كنال مين يغذيها. طبعا هذه المنطقة الهند جاتس الشريان اللي يغذيها هو الانفيريور ميزنتريك ارتري. طيب مين هو الانفيريور ميزنتريك ارتري؟ هو يبدا ايضا او يطلع ايضا من الابدومينال اورتا، مثل اخوانه الاثنين اللي قبله اللي هو الميد جات والفور جات، وله تفرعات بيفوركيشن، تفرعات للانفيريور ميزنتريك ارتري، لكن هو بنفسه يكون فوق تفرعاته هذه بثلاثة بوينت ثمانية سنتي. يعني يبدأ عندي الانفيريور ميزنتريك آرتري طلع من الابدومينال أورتا، أحسب تحته ثلاثة بوينت ثمانية سنتي، بعدين بلاحظ أنه تفرعاته بدأت تطلع لي، ويستمر أسميه أبدومينال، أسميه انفيريور ميزنتريك آرتري، إلين ما أصل لمنطقة راح يتغير اسمه ويصير اسمه superior rectal artery، ما عاد يصير اسمه abdominal، ما عاد يصير اسمه inferior mesenteric artery بعد الآن. إذا الهند جاتس هي من الثلث الأخير من الترانسفيرس كولون إلى الجزء العلوي من الأنال كنال، وهذول المسافة بينهم والأعضاء اللي بينهم يغذيهم الشريان الانفيريور mesenteric artery، وقلنا إنه هو فرع مثل اللي قبله من الأبدومينال أورتا، وله فروع، لكن هو بحد ذاته هو الأصلي يكون فوق فروعه بثلاثة بوينت ثمانية سنتيمتر، وما يستمر اسمه inferior mesenteric artery، لا، أوصل إلى منطقة محددة مهم موضحة هنا
يتغير اسمه يصير superior rectal artery، الشريان المستقيم العلوي. رجع لي للinferior mesenteric artery وقال انه يغذي الdistal third of transverse colon، يعني الجزء المتبقي من الترانسفيرس كولون او الثلث المتبقي من الترانسفيرس كولون، لان الميد جاتس هذه تغذي ثلثينه، فقال لك هنا ان الثلث اللي باقي يغذيها الانفيريور ميزنتريك ارتري، وايضا الليفت كوليك فليكستشر اللي هي الطيه اليسرى من القولون والديسندنج كولون والسيجمويد كولون، هذول كلهم من اجزاء الكولون، والريكتوم والأبر هاف أوف ذا أنال كانال، الجزء العلوي من الأنال كانال اللي هو أصلا آخر جزء يغذيها الانفيريور ميزنتريك أرتري. طيب هذا قلنا الأبر هاف أوف ذا أنال كانال هو آخر شيء يغذيه الانفيريور ميزنتريك أرتري. طيب الجزء السفلي من الأنال كانال مين يغذيها؟ وأيضا الجزء السفلي من الريكتوم، احنا قلنا الريكتوم يغذيه ايضا الانفيريور ميزنتريك ارتري هنا، لكن الجزء السفلي من الريكتوم والجزء السفلي من الانال كانال يغذوهم شريانات ثانيه مهم الانفيريور ميزنتريك ارتري، انما الميدل والانفيريور ريكتال ارتري. الشريان المستقيمي السفلي والميدل. طيب نجي عند الفينيوس درينج اوف جي اي تي او التدفق الوريدي في الجي اي تي. يقول لك the venous blood from the greater part of GIT and its accessories organ drains to the liver by the portal venous system. يعني بمعنى ما عليك من the greater part و accessories organ، يعني يقول لك انه الدم الوريدي في الجي اي تي drains to the liver by the portal venous system. شفتي هذه الصورة، هذه الحوسة كلها، هذا اسمه النظام الوريدي البورتال، والحين بنشرح وش قصته. لكن شفتي كلمة drains to the، هي بالأصل يعني يصب إلى، لكن هنا لما نتكلم عن أوردة يعني يسحب من، بنترجمها على أساس أنها يسحب من، لأن هذه وظيفة الوريد، الشريان هو الذي يصب إلى، الشريان يغذي العضو، أما الوريد يسحب من العضو الفضلات الخلوية ثم يطرحها خارج الجسم مثل ثاني أكسيد الكربون وغيره. فهنا رح نقول عن drains to يعني يسحب من. إذن الدم الوريدي في الجي آي تي يسحب من الليفر. كيف يسحب من الليفر؟ بواسطة النظام الوريدي البورتال. البورتال فين، الحين دخلنا في شريان، عفوا في وريد، وريد أساسي اسمه بورتال فين، هذا هو، هذا السماوي هو البورتال فين، هو الأساسي. طيب يقول لك ان البورتال فين drains blood from most of the GIT، هو يسحب الدم من معظم اجزاء GIT، تقريبا من اللور ثيرد الثلث الاخير من الايسوفيجوس المريء الى نصف الانال كانال القناة الشرجية، هذه منطقة البورتال فين. ايضا يسحب الدم أو الفضلات الخلوية من مين؟ من السبلين والبنكرياس والجال بلادر. هنا معرفك على الأعضاء اللي يخدمها ويشملها البورتال فين. إذن هو يسحب الدم من الأعضاء الجي آي تي ممثلة بالثلث الأخير اللور ثيرد من المريء الإيسوفيجوس إلى نصف الأنال كانال، نصف الأنال كانال مع السبلين والبنكرياس والجال بلادر. السبلين اللي هو الطحال، والبنكرياس بنكرياس، والجال بلادر المرارة. البورتال فين هذا اللي حددته لك بالسماوي هنا يدخل الليفر، يدخل الليفر، ثم لما يدخل الليفر
ينقسم إلى سينيوسد سينيوسويدز اللي هي جيوب. شوفي هنا، هذا هو البورتال فين، دخل الليفر وانقسم إلى جيبين. From which blood passes into the hepatic veins. بعد هذه الجيوب اللي تكون داخل الليفر، الدم راح ينطلق إلى شيء آخر، له جيوب وله بورتال فين، أسميه hepatic veins أو الأوردة الكبدية. ثم بعد الأوردة الكبدية راح يندمج مع الانفيريور فينا كافا، هذا برضو نوع من أنواع الأوردة، أسميه الوريد الأجوف السفلي. يعني الآن البورتال فينوس سيستم هذه اللي كنا نتكلم عنها، معناتها أنه دم في البورتال فين هذا يسحب من أعضاء الجي آي تي اللي ذكرناها هنا بهذه النقطة، يسحب منها دم ثم يدخل إلى جيوب في الكبد، سينيوسويدز في الكبد، و يعني البورتال فين الحين صار جيوب، ثم راح ينطلق إلى الهيباتيك فينز، صار هيباتيك فينز، ثم يروح بالإنفيريور فينا كافا. هذا هو النظام، أو هذه هي الدورة الوريدية اللي تحصل عندي هنا في هذا السلايد. Tributaries of the portal vein اللي هي تفرعاته، هنا حفظ ما فيها شيء ينشرح، بس بوريكي بعض التفرعات هنا ما هي موجودة في الصورة، بس بوريكي اللي موجود في الصورة. أولا البورتال فين له تفرعات اللي هو هذا السماوي الكبير اللي في النص، من ضمنها السبلينك فين والسوبيريور ميزنتريك فين. السبلينك فين اللي هو الوريد الطحالي، السوبيريور ميزنتريك فين سوبيريور ميزنتريك فين، الليفت جاستريك فين وريد المعوي الأيسر، الرايت جاستريك فين، والسيستيك فين. شوفي اللي عليها دائرة هذه تفرعات البورتال فين، هذا هو السبلينك فين، شوفي عند السبلين، وعندك هنا الليفت جاستريك فين هذا هو، وهذه السيستيك فين هذه، وهنا اي هذا البورتال فين ما غيره، هذه الرايت جاستريك فين هذه، الباقي قلناه كله. طيب يبقى لك السوبيريور ميزنتريك فين، ما ورانا اياها تقريبا بس. طيب الحين حنا قلنا انه البورتال فين يغذي مين؟ يغذي اللور ثيرد اوف ذا ايسوفاجوس. تخيلي عندك هذا الايسوفاجوس هو يغذي مين؟ اللور ثيرد يعني الثلث الاخير من الايسوفاجوس، ونصف الانال كنال. تخيلي يمتد 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 الين ما يوصل للانال كنال، يغطي القناة الشرجية، يغذي او يسحب الدم من نصفها. طيب انا يبقالي جزء علوي من الإيسوفاجوس، وايضا جزء سفلي من الأنال كنال، مين الأوردة اللي تغطيهم؟ هذه السطرين متكلم عنها، قال لك انه الثلثين العلويين من الإيسوفاجوس، احنا قلنا الثلث الأخير، يعني كم باقي؟ باقي ثلثين فوق، الثلثين اللي فوق هذول اللي ما يغطيهم البورتال فين يغذيهم فين آخر اسمه أزايغوس فين، وله سيركوليشن خاصة. هذه الرسمة اسمها بورتال فينيوس سيستم، هذا له سيستم خاص أو دورة خاصة. وثم يبقى لي نصف الأنال كنال اللي هو النصف الأخير منها، ايضا يغذيه او يسحب الدم من الانفيريور ريكتال فين، عفوا الميدل اند انفيريور
ريكتال فين، وأيضا له دورة خاصة. كذا جميع أعضاء الجي آي تي تكلمنا عن الأوردة اللي تغطيها.